علشان نعملها الوصفة دي عايزين تقريبا نص كيلو كريز مفصفص طبعا، عايزة كوباية دقيق، عايزين 100 جرام زبدة، بيضة، فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3/4 كوباية سكر، ونص كوباية حليب، وعايزين كريز ولوز شرايح للوش. طيب أول حاجة هنعملها هناخد الزبدة اللي عندنا هنحطها في العجان، وطبعا لازم تكون بحرارة الغرفة. هنحط الزبدة كده هنا، وهنحط معاها 3/4 كوباية سكر، هنخفقهم مع بعض. عندنا هنا بيضة هنحطها، ونحط الفانيليا. هاخد دلوقتي البيكنج باودر اللي عندنا وهحطه على كوباية الدقيق، وهنخلطهم مع بعض. هنزل خليط الدقيق ده على مرتين كده ونخلطه، ونجهز الحليب نص كوباية عندنا. تمام خلاص، شايفين هي الكيكة بيبقى قوامها نوعا ما تخين شوية، وده علشان تحمل اللي هنحطه على وشها. صينية الكيك اللي عندنا مدهونة بشوية زبدة ومرشوشة بالدقيق. هنفرد العجينة بتاعتنا، وهي عجينة مش عالية، يعني هي مش من مش من الكيكات العالية. هنفردها كده. عندنا هنا بقى نص كيلو كريز مفصفص، هناخد بقى الكريز اللي عندنا ونحطه كده على الوش، ناخد شوية من اللوز اللي عندنا ونرشه كده على الوش. هناخد بقى الكلام ده كله وعلى الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا 35 دقيقة.